الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كابتن. مفاجأة ها؟ اي نورت جدا والله. الله بوجودكم وهذا شرف لي ان الاقيك كابتن. مع ان الله ما كتب لنا رحلة لكن الحمد لله ان شفناك وسلمنا عليك. ووعدنا ان يجينا البحرين وانا اجي مرة ثانية. ان شاء الله اللي نطلع هنا ونطلع هنا ان شاء الله يعني. طبعا اللي ما يعرفني نظبط. انت ما يعرفوني ترى. لا ناس كثير عارفين. ان شاء الله. علي الجودر من مملكة البحرين. صاحب قناة فيش اتش دي على اليوتيوب. قناة فيش اتش دي هتلاقي الرابط بتاعها تحت وهتلاقيه برضو في نهاية الفيديو. الله خير. وطبعا معاي من الفيديو راح انزله معاكم احمد شلتوت قناة فيشينج اند هانتنج تعلم من الصيد. برضو هتلاقي الرابط عند علي رابط عندي ان شاء الله. طبعا احنا كنا منسقين ان نطلع مع بعض في رحلة شاطئية ولكن ما يعني ما الله ما كتب لنا هالرحلة بمرة بسبب بعض الظروف والصدفة ان انا وهو بنسافر نفس اليوم بنطلع من جدة. انا مسافر طالع من جدة وهو مسافر برضو راجع البحرين. صدفة ان شاء الله لكن الحمد لله مسافة قريبة ان شاء الله من البحرين الى هني. راح نتم معاكم او مع الكابتن في رحلة بالمستقبل. متحمسين جدا وهو وعدنا يجينا البحرين بعد. ايوه احنا عايزين الرحلة نطلعها عندك يكون فيها بقى شوي وسمك والتظبيط بتاعكو ده يعني الفيديوهات بتاعتك الحلوة بس دي. بس انا وصيته يجيني شهر 11 اذا الحين هو بيحترق قبل الشوي. الجو عندكم حلو درجة الحرارة كام حاليا؟ حاليا في الاربعينات 44 يمكن وجاي يعني وجاي احنا من الخميس ندخل في الصيف ترى رسمي يعني. ان شاء الله ان شاء الله اتوقع الاجواء يعني تكون عندنا هنا دائما عشان في جده الاجواء دائما حاره. الفرق بس في درجه الرطوبه لما الرطوبه تعلى لا خلاص كله ما بيستحملش بس خلال السنه كلها فاحنا اصلا في صيف. حلو ما بنعتبرش ان في فتره شتاء او كده يعني عادي. ممكن الاجواء يعني تهدى شويه في يعني لما يكون عندكم برد احنا يكون عندنا ايه يعني اجواء هادئه يعني هادئة. ينفع تطلع في البحر ما شاء الله بس احنا طول السنه بقى بنصطاد فما نهتمش بالحاجة. والله احنا نتاثر جدا يعني خاصه ايام الصيف خلاص نهد الكاست والجيجنج نبتدي بطريقه الترولينج لان في هواء يجيك الغارب لكن الايام الثانيه ما تقدر يعني. طب احكي لنا انا عايزك تحكي لنا احنا بنصور الفيديو ده مخصوص عشان نحكي لنا الحته بتاعت ان هو جاي من الطياره ومعاه ادوات الصيد. اي نعم معاه الاصابات بتاعته. حلو. ناس كتير بتسعى على الفقره دي ماشي اكيد برضو في قناتك هيتفرجوا على نفس الفيديو صحيح فبرضو عايزين يعرفوا الحته ديت لو انا مثلا في البحرين او اي دوله عربيه ومسافر دوله تانية ومعايا الاصابات بتاعتي اللي هي في الغالب حاليا اللي هي قطعتين صح مثلا ف بتبقى يعني بتستخدم للكاستنج بتستخدم للجيجنج بتستخدم للطعوم الصناعيه عموما ف كلنا بنخش في نفس الحته دي المشكلة. اخد معايا العده ازاي؟ اي والله. طيب انت احكي لنا ايه اللي حصل معاك برضه عشان يبقى احنا فاهمين. اللي حصل معايا انا في البدايه خدت قطعتين حق وزن والسناره قلت بشيلها في يدي لان فيها عباره علبه صغيره. بس انت تذكرت السفر بتاعتك شنطه واحده اي شنطه واحده وهاند باك. ايوه تمام. لكن الخط الثانيه حق الاغراض الجيجات والجيجات تاخذ وزن ما شاء الله كبير. وللاسف القصب اللي عندي ما تدخل في الشنطه يعني لو كان في مكان كان اخليها داخل. فقلت اني بشيلها في يدي وبدخلها الطياره. يعني سناره صغيره ترى يعني قطعتين يعني ما تاخذ يمكن 40 50 سم. قطعتين هي طولها ايه؟ طولها الكام الكام؟ طولها ماني متذكر بالضبط 2 متر ولا تقريبا ايه؟ يعني هي جيجن يعني ما هو كاستنج. طيب ما هي 2 متر يبقى القطع حوالي متر. تقريبا ايه؟ ولكن حسب الشروط الجديده مالت الطيران اي قطعه ان شاء الله لو تشيس راح ينحسب انها قطعه زياده. اي وانا كان عندي لابتوب بعد فما قدرت يعني انه يحسبوا لي. لا بس انت ليك لابتوب ليك شنطه لابتوب لابتوب ايه وليك هاند باج هاند باج وليك قطعه وبعد قالوا لي لازم تدخل شحن لان في احتمال اذا دخلتها داخل احتمال الامن ياخذونها ويصدرونها من عندك وخلاص روح عليك يعني انسى. فالحمد لله انا بيتي قريب يمكن 5 دقائق من المطار فكلمت الاهل تعالوا وخذوها ورجعوها. بس انت مشيت بدون غصبات كده غصبات لكن معك الجيجات اي بورجوا ما قصر معانا جزاه الله خير انقذنا يعني صراحه حق الرحله. فاتمنى انكم يعني تحطون بالكم في هالشيء انه لو تبي تسافر انت راح تشتري مثلا عندك اليوتيوب لو تشوفون صورتي الحين راح احط لكم اياها اليوتيوب حق شحن القصبات منها تحافظون عليها انها ما تتعور خاصه الجايدات ومنها انها تكون مهيئه حق الشحن بس بتحسب قطعه هذا هو انت لازم تاخذ قطعه قبل يعني يعني انت وانت بتحجز التذاكر هتعمل قطعتين زائد الهاند باج بتاعتك
نعم. وتعتبر قطع منهم اللي هي التيوب اللي محطوط أيوة. فيه الغصبات بتاعتك. صحيح عشان بس تعمل حساب. اي والله وصراحه يفضل لان التيوب اوريدي يحفظ السنارة يعني اصل القايدات دي راح تكون في الشحن فوق وتحت تحت الكسر يعني لكن هذه ما شاء الله التيوب مهيئه حق السفر يعني. فالتيوب ديت مفيدة جدا ان انت بتجمع فيها وبعدين ايه مش شرط بقى قصبة ممكن تحط لك 3 4 المهم عبيها عادي. اي والله كده كده هتحسب عليك قطعة اللي عندي كانت تشيل 6 7 يعني ما شاء الله كبيرة لا وفلكسبل يعني تقدر تكبرها وتسقطها ايوه يعني. ممتازة اي أيوة والله ولكن انا ما حسبت حسابي دي اشتريتها منين دي؟ هذه اذا ما محل ولا اونلاين؟ اخذت محل في الامارات. أيوة. انا لو حد لقاها اونلاين يعرفنا يحط لنا الرابط تحت لان الناس كتير عايزة تشتريها بس اتوقع لو تكون اونلاين تكون شحن كبير يعني ف راح تاخذها من مثلا تروح محل في تشتري قصبة منه وتاخذ منه انا ما شفتهاش هنا في محلات ما فيها هي شفتها على امازون ممكن وشفتها في كذا موقع كده فرنسي وامريكي لا انا في الامارات شفتها كثير ترى محلات اغلبها عندهم يعني وفي انواع في نوع يك كبير على اساس انه تحط سنارات وتتكبر تسقط في نوع لا فيكس يجي يعني على طول الغصبة انت تاخذ طول مناسب وتشحنها معك مو بس حق السفر حتى لو كانت عندك رحلة طويلة تقدر تخليها في التيوب هذا علشان ما تخترب السنارة مثلا سمح الله في الشحن او في الطريق يعني تحافظ عليها اكثر يعني ممتازة صراحة ان شاء الله نبدا نحاول نشوف موقع يبيعها ونحط لكم برضه الرابط ان شاء الله ان شاء الله فرصة سعيدة ونورت جدة الزيارة السريعة دي ماشي واحنا الاثنين هنسافر مع بعض اي أيوة والله انا رايح على مصر وهو رايح على البحرين اي أيوة والله وان شاء الله لنا مره ثانيه ان هو ان شاء الله طلعت مع بعض هنا باذن الله لنا طلعت صيد واروح له هناك باذن الله ان شاء الله شرفنا شرف يعني جاي اسلم عليه ترى والله مو عشان رحله جاي اشوفه واسلم عليه انا ان شاء الله ما شاء الله من الناس المبيعين جدا 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 خاصه على الشاطئ لان صراحه الامانه اغلب متابعين يعني حتى اتوقع عندك بعد اللي يتابعونك كله من يحبون الصيد على الشاطئ اكثر من القارب فعلا لان يحسون صعوبه مثلا في المكان طريقة التعامل مع السمكة. تعرف اغلب الصيادين بيبدأ صيد شاطئ، يعني ما حدش بيبدأ من داخل البحر، كله بيبدأ من على الشاطئ. من على الشاطئ. فبيعوز أي معلومات إن إزاي من على الشاطئ أطلع سمك أو أصطاد إزاي أو كده. خاصة تحتاج بعد القارب يحتاج يعني إمكانيات تكلف صراحة يعني. فالناس تبتدي أول شيء من الشاطئ وتشوف وضعها يعني. وهذا اللي يسوي تحدي، أنا ما شاء الله على الشاطئ ناس كثير 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 يعني. انكز احيانا انت ما قلت تروح مكان ما تحصل مكان تقص النار هنا اغلب الاماكن ممنوعه فبدات العمليه فعلا الصيادين مش محصلين مكان يستقر مكان واحد اي والله شرفنا كابتن وان شاء الله لنا لقاء عم قريب ان شاء الله في رحله صيد نورتينا الزياره السريعه ديت ان شاء الله ان شاء الله هاي مو سريعه اسرع من السريعه بعد صاروخ زياره صاروخيه نص ساعه يلا نشوفك على خير السلام عليكم ما تنسوش اشتركوا في القناتين قدامكم اهمت ضغطوا لايك السلام عليكم مع السلامه